السلام عليكم أعزائي الطلبة، تجربتنا اليوم هي تجربة مضاعف الجهد. الدائرة الكهربائية اللي أمامكم هي الدائرة المستخدمة في المختبر واللي ندرس بها دائرة مضاعف الجهد. مضاعف الجهد يتألف من الدائرة مالته من دايودين مربوطين باتجاهين متعاكسين ومتسعتين، بالإضافة إلى مقاومة الحمل، ونربط على طرفي الدايود الأول المتسعة الأولى مصدر للتيار المتناوب. التيار المتناوب فيه جزئين، جزء موجب وجزء سالب. عند الجزء السالب راح يصير عندي هذا الدايود منحاز انحياز أمامي وهذا منحاز انحياز عكسي، فلهذا هذا راح يقوم بعملية التوصيل بينما الدايود الثاني لا يقوم بعملية التوصيل. وبعد أن يقوم هذا الدايود بعملية التوصيل راح تنشعن هذه المتسعة. في الجزء الآخر اللي هو الجزء الموجب يربط هذا الدايود، يصير ربط ماله انحيازه يصير انحياز عكسي وهذا يصير انحياز أمامي. لهذا هذه المتسعة راح هي اللي راح راح تشحن أثناء عملية شحن هذه أثناء شحن هذه المتسعة الثانية. المتسعة الأولى تقوم بالتفريغ والعكس صحيح، عندما هذه تشحن الثانية راح تفرغ، والنتيجة راح تكون فرق جهد يكون مضاعف على طرفي المقاومة. هذا ممكن أن نفهمه بصورة أفضل إذا شفنا هذا المخطط، إنه كأنما عندي المتسعة الأولى مرتبطة على التوالي مع المتسعة الثانية وكلاهما مرتبط مع من؟ مع مقاومة الحمل. لهذا الفولتية على طرفي مقاومة الحمل هي عبارة عن مجموع فولتية المتسعة الأولى زائدا فولتية المتسعة الثانية. الدائرة الكهربائية هي كما موضحة في هذا الشكل. الدائرة الكهربائية هذه هي المخطط مالتها، وبالمختبر راح نربطها كما في الصورة أدنى هذه الصورة. هذه الصورة شو نشوف؟ نشوف هذا هو مصدر التيار المتناوب من 0 إلى 6 الربطة، وهناش عندي في البداية راح أربط متسعتين، الأولى 10 مايكروفاراد والثانية أيضا 10 مايكروفاراد، وهذا الدايود الأول اتجاهه عكس الدايود الثاني، وهذه مقاومة الحمل مقاومة 100. في البداية راح أخذ كما ظاهر بالشكل الفولتية على طرفي المتسعة الأولى وهي 0.85، ثم أخذ الفولتية على طرفي المتسعة الثانية. المفروض فارق الجهد بين المتسعتين يكون متساوي، لكن بسبب قدم هذه المتسعات بشوية راح يصير عندنا فرق، فالمتسعة الثانية هي 0.77. الخطوة الثالثة هي نخلي الفولت ميتر على طرفي المقاومة، مقاومة الحمل، فلو نلاحظ تقريبا الفولتية هي ضعف فولتية المتسعة الأولى، يعني الفولتية على طرفي الحمل هي عبارة عن الفولتية على طرفي المتسعة الأولى زائد الفولتية على طرفي المتسعة الثانية. طريقة العمل موضحة بالجدول الآتي. هذا الجدول شي يبين أنه بالبداية أربط متسعتين 10 × 10 كما في الصورة. إحنا عندنا المتسعات هاي أم العشرة تكون على شكل متوازي مستطيلات، أربطهن ذن اثنين متساويات، ثم أبدي بالميت أوم أقيس الفولتية المتسعة الأولى ثم فولتية المتسعة الثانية ثم الفولتية على طرفي المقاومة مقاومة الحمل، أعيد أستبدل الميت أوم بواحد كيلو وأجري نفس القياسات، ثم 4.7 نفس القياسات، وأخيرا المالانهاية. شنو المالانهاية؟ المالانهاية أرفع هذه المقاومة، أرفعها، ما بقى شيء بين هذين التوصالتين، أرفعها، فراح يصير المقاومة في حالة ما لا نهاية. راح ألاحظ أنه كل ما زيد المقاومة أو أزيد المتسعة فارق الجهد إيش راح يصير به؟ راح يزداد. السبب في ذلك يعود أنه إحنا عدنا طبعا فولتية الشحن وفولتية التفريغ للمتسعة خاضعة لزمني الشحن وزمني التفريغ، زمن الشحن وزمن التفريغ.
زمن الشحن هو حاصل ضرب المقاومة في المتسعة، وكذلك زمن التفريغ. فإحنا لازم نشوف بالإنترنت كيف أثر مضروب المقاومة بالمتسعة على زيادة الفولتية، وكل هذا راح يكون هو موضوع المناقشة لهذه الدائرة الكهربائية. وشكرا جزيلا.